لو الحكاية فيها إن فيديو مجلس الجامعة دي توصيات أو قرارات المجلس الأعلى للجامعات ووافق عليها المجلس بالإجماع، مجلس الجامعة بالإجماع وطالب بطالب الحكومة بوضع الآليات بالاتفاق بين المجلس الأعلى للجامعات وبين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية في لتنفيذ هذه القرارات، لأنه القرارات التي صدرت هي يعني قرارات التي صدرت من مجلس أعلى الجامعات تحتاج إلى آليات تنفيذها وتحتاج إلى يعني تحتاج إلى آليات تنفيذها، والآليات دي لا يمكن أن تضعها الجامعات لكن تضعها الحكومة. الأمر الآخر إنه ناقش المجلس أيضا ما صدر عن مجلس الوزراء بخصوص اعتبار جماعة إخوان المسلمين منظمة إرهابية، وطلب المجلس بإنه يعني يبلغ رسميا بهذا القرار وتحديد الآثار التي تترتب عليه وكيفية إعماله من الحكومة. ولذلك نحن الآن في انتظار أن يرد إلينا من الحكومة هذا القرار، لأن لم يرد إلينا شيء، وفي انتظار أيضا ما يمكن أن يعني الآثار التي تترتب عليه وفقا للقانون. ناقش المجلس أيضا عملية الامتحانات وتأمين الامتحانات، ويعني أقر بكل الخطوات التي اتخذت لتأمين الامتحانات سواء على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة ككل، وأكد على عدم تهاون الجامعة في اتخاذ كل الإجراءات المتاحة نحو تأمين عملية الامتحانات والخروج بها إلى بر الأمان، وثمن جهود أعضاء التدريس والهيئة المعاونة والعاملين في حماية عملية الامتحانات بالإضافة إلى جهود الأمن الإداري. وأيضا مجلس الجامعة يعني قدر دور الشرطة في الاستجابة إلى الجامعة لمعاونتها في كل ما يتصل بمنع إخلال عملية الامتحانات، زي ما حصل امبارح إن الشرطة استجابت للجامعة وحضرت وكانت تحمل أبواب الدخول، ولذلك الحادثة التي حدثت في دار العلوم كان تأثيرها محدود للغاية ولم يترتب عليها أي إخلال بعملية الامتحان زي ما شفته، بل إن الامتحان كان بادئ الساعة 1:30 وانتهى 3:30، إحنا مدينا الوقت نص ساعة حتى نعوض الطلاب ما فاتهم في نص ساعة اللي حصلت فيها المشكلة أو الهرب. نحن ماضون في سياستنا نحو تأمين العملية التعليمية وتأمين الامتحانات، والسادة العمداء وأعضاء مجلس الجامعة يعني يبذلون جهودا كبيرة في ذلك، ونحن إن شاء الله نثق أن ما يحدث سوف يكون يعني طيفا عابرا وسوف تستقر الأمور إن شاء الله. طب دكتور، في الحكومة من شوية أصدرت قرار بمنع الانتظار.